خلها شوي يلا نرجع لها. عندي حاجة نطلع من المألوف شوي. يلا روح. أيوة طبعا اللغة الإنجليزية عندهم شيء من الأدب اللي هو الأقصد الشعر. حلو يا سلام. تمام. قصائد يعني. فنبي نحاور أبو شوية. يلا قدام. لا لا. جلاز يرد عليك أبو سلام. لا ما يرد ما يرد ما يحتاج. عندي قصيدة. قدام ما حد. فنبي بس إيش تردون آخر كلمة. أنت اسمعها. وقلها كتابتك ابو عمر ها كتابتك لا 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 مين من كتابتك انت عطنا اسلوب قصيده لا مين من كتابتي يلا روح بسم الله طيب take my hand and follow me take my hand and follow me to that place I long to be يلا انت ابلع معقول يلا ابلع لا فادني فادني اسلم كمل روح take my hand and trust my way way in that a place forever stay stay ما خلص ما خلص عيد عيد لا يجيش ما اقول عقال يا شباب عيد ارحم ابوك عيد خليه يكمل عشان يقرا القصيده خليه يكمل زين take my hand and trust my way way to that a place forever stay stay follow me toward the sand sand We run and play and in hand in hand. Take my heart and hold it. True. True. Forever I will stay close to you. And it will grieve me. Seize my words. الكلمات امسك كلماتي يعني احفظها seize my words and listen well اسمع زين then forever I will tell release your heart اطلق قلبك يعني release your heart ما يحتاج ترجم احنا فاهمين and feelings too Just as I will do for you. Oh my God! Trust your heart and follow me to that place I long to be. Correct. Hey, Salak, you. Correct your tongue. Hey, Allah, Allah, Allah. من شيء. هذا يقول. الله أكبر. يشطب. شعب القلب البوم. مع راسك. عند شعب ثاني. برد. وين وين؟ هذا بعد الصيدة. تن؟ ايش هو؟ هذا الشطر الثاني. أبو عمر. أبو عمر. واحد الصوت واحد الصوت. سعود فايت ايش تقول؟ الشطر الثاني عيده. البيت الثاني الشطر الثاني هذا معنى قصيدة. اللي في القلب القلب هو. To that place you long to be. هذا بيت القصيدة. You long to be. هذه هذه القصيدة خلاص. أبو عمر قاعد مصدقه والله ما ادري وش تقول طيب وش ترجمتها يعني هو يقول قاعد يعاتب يعني ايش يعاتب هو يعاتب صديقه يعني take my hand and follow me to that place I long to be يعني هم اعتادوا على مكان يجتمعون فيه فيحاول ان يعاتبه يعني خلينا نروح للمكان اللي احنا نعتاد نكون فيه هاي المكان الخاص السوق القدميه مهمه يا صاحبي هذه الشغله فيها عتاب يعني فيها عتاب فيها عتاب طيب صح التنس